بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. أبو عبد العزيز معكم. اليوم نتكلم عن نبات رائع جدا وعظيم النفع بقدرة الله تعالى، هو الباتشولي. الباتشولي غير معروف كثيرا بالدول العربية، وتفاجأت بأنه موجود في المغرب وأنهم يستخدمونه كشاي، وهذا شكل الباتشولي. ووجدت ناس لا يستطيعون التفريق بينه وبين نبتة القريش، لأن شكل الورق شبيه جدا بنبتة القريش. سأريكم شكل الورقة لكي تميزوا بينهم جيدا. هذا شكل الباتشولي، هكذا شكل الورق، شبيه جدا بالقريص، شكلها شبيه جدا بالقريص. انظروا إلى شكل الورقة، شبيه جدا كما قلنا بالقريص، حتى حواف الورق شبيه جدا به. وجه الورق الباتشولي وجه غامق، لونه أخضر غامق، والوجه الأخضر والوجه الثاني السفلي لونه أخضر فاتح، قريب ضارب إلى الصفرة. انظروا، هنا غامق وهنا فاتح. سأريكم الشكل من الأمام، هكذا الشكل. انظروا، هذا الوجه الأمامي وهذا الوجه الخلفي لورق الباتشولي. طبعا رائحته ليمون، قريب جدا من الليمون، عطرية رائعة جدا. هذا النبات كثير من الناس يجهلون فوائده للجمال والشفاء وكيف يستخدم، وأغلب الاستخدامات هي كالشاي، مثل الشاي الباتشولي يستخدم كالشاي. طبعا هذا باتشولي عضوي طبيعي خالي من المبيدات الحشرية وخالي من التعديلات. طبعا من عجائب الباتشولي انه لا يحتاج مبيدات حشريه، لا يحتاج مبيدات حشريه غالبا، لانه يطرد الحشرات، يطرد الحشرات، يعني اذا وضعناه بالمنزل يطرد الحشرات من المنزل كليا، يطرد الذباب والبعوض ويطرد كل الحشرات من المنزل، ولا تطيقه قطعيا، سبحان الله. اولا الباتشولي ظهر على نطاق واسع. في البدايه في الصين عام 420 للميلاد، عام اول ما ظهر يعني على صار معروف، ظهر بالصين. وعام من بدايات عام 420 ميلادية، وكان الصينيين يستخدموه للأمراض الطبية لغرض طبي، وأهم استخدام له كان في الصين هو تنظيم الطاقات بالجسم، ينظم الطاقة الإيجابية بالجسم. الباتشولي أول استخدام للباتشولي كان لتنظيم الطاقة الإيجابية في الجسم، واستخدمه الصينيين مئات السنين في هذا الإطار، يعني يعملوا شاي فقط لتنظيم الطاقة الإيجابية، زائد للتخلص من أمراض البرد كالزكام، مثل الزكام. و في مطلع القرن الثامن عشر، اكتشف الصينيين بأن الباتشولي
طارد للحشرات بشكل ناجح آمن عضوي بيو غير ضار نهائيا، وبدأوا يستخدموه كمبيد للحشرات طبيعي عضوي، تضعه بالبيت بيطردك الحشرات، تأخذ الزيت وتضعه مع ماء وترشه في المنزل لا يترك لك أي ذباب ولا نبعوض ولا أي حشرات. متخصص سبحان الله في هذا الشيء، الله خالقه كده. وعندما أتيت إلى المغرب ظننت في البداية أنه إبرة الراعي الجيران، ظننت أنه أحد أنواع الجيرانيوم إبرة الراعي، ولكن في الحقيقة هو تقريبا من نفس الفصيلة، فوائدهم متقاربة جدا، فوائدهم متقاربة جدا. واكتشفت بأن المغرب المملكة المغربية من كبار المنتجين له في قارة أفريقيا وفي الدول العربية، يحتل المغرب المركز الأول في إنتاج الباتشولي في الدول العربية قاطبة، ويحتل المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الباتشولي. طبيعي عضوي غير معدل قطعيا. من عجائب زيت الباتشولي والباتشولي انه يجعل الانسان سعيدا جدا ومبتسما وضاحكا بمجرد استنشاق زيته او استنشاق الباتشولي العطري. ولما قرأت عنه كثيرا وقمت بالترجمة من لغات عديدة اكتشفت بأن السبب الذي يجعل الباتشولي من الباتشولي كمادة طبيعية تجعل الإنسان عنده طاقة إيجابية مبتسم سعيد إذا تناوله كالشاي أو استنشق زيته، أن به مادتين عجيبتين جدا. وضحكت وتفاجأت بأن الباتشولي يحتوي على مادة موجودة في الكاكاو هي السيرتونين التي تجعل الإنسان سعيد. مادة السيرتونين الطبيعية العضوية البيو الموجودة في الكاكاو والتي تجعل الإنسان سعيد نفس المادة موجودة في الباتشولي، وهي نفسها التي تجعل الإنسان سعيد مرتاح بدون قلق بدون مشاكل بدون خوف إلى آخره. بمجرد يشم الإنسان زيت الباتشولي هذا موجود عندنا، اللي يبغاه موجود عندنا زيته أصل أو الباتشولي كمان موجود عندنا طبيعي، بمجرد يشم الإنسان الباتشولي زيت الباتشولي أو يشرب الباتشولي يحفز الباتشولي مادة السيرتونين التي تجعل الإنسان يضحك سعيد مرتاح مبسوط نغنق آخر نغراء بشكل طبيعي عضوي بيو وآمن تماما. زائد هناك مادة أخرى ثانية يقوم الباتشولي بتحفيزه اللي هي الدوبامين، هرمون السيرتونين والدوبامين مسؤولات عن جعل الإنسان سعيد، وإذا انخفضوا يصير الإنسان حزين. الباتشولي بمجرد نشم زيته أو نشرب شاي يحفز الدوبامين والسيرتونين وبالتالي يصير الإنسان سعيد سبحان الله. يزيل الهرمونين هذولا بيزيلوا الحزن، يزيلوا الكآبة،
يزيل التوتر، يزيل التعب، يزيل الإجهاد، يعمل توازن بالصحة النفسية والعقلية والمعرفية للإنسان. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وبالتالي عند شرب الباتشولي كشاي أو استنشاق زيته، أو حتى استنشاق زيته، يجعل الإنسان ينظر للحياة نظرة إيجابية، وخصوصا عند المداومة على استنشاق زيت الباتشولي لفترة أو تناول كشاي طازج أو مجفف. الباتشولي أحد كبار العمالقة في جلب الهدوء للأرواح، ويضبط النوم ضبطا عظيما. الله أكبر. باتشولي يسمى بالمغرب المعطرشة، يسمى بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا بالمعطرشة، ها، وهو الباتشولي يضبط النوم ضبطا رائعا جدا، يضبط إيقاع النوم، ومتخصص في ضبط نوع من أنواع قلة النوم. الناس الذين يعانون من التعب العقلي، الإفراط العقلي، الإفراط في تناول، في تداول المعلومات والقراءة والكتابة والمحاسبة والحساب والرياضيات والفيزياء، بيشغلوا مخهم كثير، والألعاب بيلعبوا جيمز كثير، ها، الباتشولي يضبط النوم عند هذه الفئة فورا. سبحان الله، اللي بيشغلوا مخهم كثير الباتشولي يضبط النوم عندهم بسرعة كبيرة جدا، فما بالك بأنواع الأنواع الأخرى من اضطرابات النوم يضبطها حالا بقدرة الله تعالى. الباتشولي من عجائبه، من عجائبه التي لا نعرف، لا تعرفوها، أو كثير جدا منكم لا يعرفها، أنه شبيه ب الجيرانيوم، إبرة الروح، محفز ممتاز لهرمون الأستروجين والتستوستيرون، مما يجعل الإنسان يميل للتواصل الاجتماعي. اللي بيشربوا شاي الباتشولي يصير حبه التواصل الاجتماعي، زائد بيدخل الحب لقلبه ولقلبها، بيدخل الحب لقلب قلبك وقلب. اللي بيشرب شاي الباتشولي يرجع له الحب لقلب، سواء انت او انت. سبحان الله. ليش؟ لانه يحفز اهم هرمونين للحب، استروجين تستوستيرون، نشطهم بشكل ممتاز جدا، وبيحفزهم على المشي بطريقة صحيحة. عند تناول الباتشولي كالشاي أو يمضغ أو نشم زيته، فإنه يقوم بأعمال جبارة جدا في الإنسان، يحفز إفراز الأنزيمات الهاضمة. الناس اللي بيأكلوا ما بيهضموا الأكل، في ناس كثير بتأكل ما بتستفيد من الأكل، بيظل نحيف مسخوط. الباتشولي يحفز إفراز المواد التي تهضم الطعام، ويساعد جدا جدا الجسم في امتصاص الفيتامينات والمعادن بشكل ممتاز جدا جدا جدا. سبحان الله. يعني اللي بيشربوه بصير يستفيدوا من الأكل، سير يستفيد من الفيتامينات، سير يستفيد من المعادن، ولذلك يعتبر مؤازر عظيم جدا لإيه؟ للجهاز الهضمي، ويرفع الطاقة، ويجعل ويحفز الإبداع عند الإنسان بشكل كبير جدا. يخفف الباتشولي مشكلة الإمساك، اللي عندهم إمساك الباتشولي يعالج له المشكلة بنجاح تام،
وبطريقة آمنة عضوية بيو تماما. من الواضح تماما أن الباتشولي يحسن حركة الأمعاء والتمعج المعوي، وبالتالي يصير عنده الخروج ممتاز جدا، ما عنده مشاكل نهائيا بالخروج. لما يخرج ما يصير عنده مشاكل قطعية. الباتشولي له خصائص مضادة للالتهابات، والعجيب أنه يحتوي على مركب قوي جدا طبيعي آمن بيو عضوي اسمه أجونين، مضاد جبار للالتهابات، وخاصة الناس اللي عندهم روماتيزم وجع بالظهر بالرقبة، ديسك بالرقبة، الوثاب، الالتهاب العصب الخامس سابع اللقوة، متخصص فيهم هذا، يشيل الالتهاب تبعهم، عرق النساء يشيل الالتهاب تبع المفاصل كلها. ليش؟ فيه مادة اسمها أجونين تخصصة باكتساح التهابات المفاصل بنجاح تام، سبحان الله. أيضا للبثور للحبوب لحب الشباب ادهن فيه أفرك بورقه وتشفى إن شاء الله تعالى. عفوا. يعتبر الباتشولي وزيت الباتشولي مع زيت الكركديه والكيوي، زيت الباتشولي مع زيت الكركديه وزيت الكيوي أحد أقوى الزيوت على الإطلاق لإزالة الترهلات من الوجه والبشرة والجسم. حتى في المناطق الحساسة إذا عندك ترهلات تدهني فيهم مع زيت السرو، تضيف لهم زيت السرو، ينقبض الجلد انقباضا عظيما، يظهر الجلد. ويمكن استخدام الباتشولي بدل المبيدات الحشرية. لماذا؟ طبيعي آمن ضعوه في المنزل يطرد الحشرات كليا من البيت. إذا عندك ذبان، عندك ناموس، بعوض، شناولة، حطه بالبيت وكثر، حطه وزعه بالبيت، ازرعه بالبيت، شيل لك كل الحشرات بدون ما تستخدم أي شيء. متخصص فيه، متخصص تخصص بإزالة الحشرات من المنزل، هذا الباتشولي سبحان الله. ومن عجائب الباتشولي أنه من أحد أفضل النباتات الطبيعية العضوية لإزالة النمش والكلف والتصبغات. إذا دق مع القرقاع أي الجوز أي عين الجمل، إذا أخذنا عين الجمل أي الجوز أي القرقاع ودقينا معه فركنا في وجهنا، يزيل النمش والكلف كليا بقدرة الله تعالى، ويؤازر البشرة ويوحد لونها. إذا دق الباتشولي، ورق الباتشولي مع المريمية أي الميرامية وبذور الشمر أي زريعة البسباس مع بذور الخرشوف أو الخرشف أو اللي مثله بذور شوك الجمال أو مثله أو ما يسمى ببذور زهرة الخرفيش، إذا دقيناه مع الورق الباتشولي وزيت السمسم والحلبة، يمكن استخدامه إذا تبغي تنفخي أي شيء، خدودك، ديودك، صدر، بزولات كذا، الأغداب إلى آخره، ينفخهم باستخدام كأس نأخذهم وندفي هذا الزيت المخلوط مع بذور شوك الجمال أو بذور الخرشوف أو بذور القوق، مع الورق هذا ندقه معه مع زيت السمسم أي زيت الجنجلان، ونغليهم شوي ثم نأخذ نغليهم شوي ونتركه يبرد، ثم نبدأ باستخدام هذه الخلطة لنفخ الخدود أو أي منطقة بالجسم، فإنه عظيم النفع. يمكننا استخدام الباتشولي، ندق الورق مع الخل التفاح الطبيعي العضوي ونفرك به الجسم بعد الاستحمام،
فإنه عظيم النفع، يشد الجسم، ينظف الجسم، ينظف البشرة، ويشد البشرة شدا عظيما، ويحقنها وما يطلع لك حبوب، ويعالج الحبوب خصوصا بعد الاستحمام، فإنه رائع جدا. زيت الباتشولي زيت عطري رائع جدا، وفوائده عظيمة وكثيرة جدا. اللي يبغى زيت الباتشولي الله حيه، اللي يبغى باتشولي طازج شحن فوري موجود، واللي يبغى باتشولي مجفف أيضا موجود عندنا الله حييكم، متاجر العشاب السعودية الكبرى، الرابط تحت الفيديو ورقم الواتس تحت الفيديو، قناة مستشفى العشاب عبد العزيز بن شمر. بناشدكم الله سيدي مولاي مشاركة الفيديو بالواتس أب ومؤازرة القناة وكتابة تعليقات جميلة جدا مفيدة، وتضفي المزيد من الأشياء الجميلة لهذا الفيديو. أشكركم جدا جدا، ابقوا معنا دائما على يوتيوب، نرحب بكم دوما في قناتنا على يوتيوب، اكتبوا تعليقاتكم واستفساراتكم عن الفيديو ونحن سنرد بكل احترام على الجميع. شكرا ميرسي، شكرا.